نعم، رح نروح حاليا هاني للجوله بالصحافه العربيه والزميل محمد الجزار. يسعد صباحك محمد. يسعد صباحك سونيا، وصباح الخير لهاني ولكل مشاهدي جوله الصباح. اطلعنا على ما تصدرت به عناوين صحف العربيه اليوم. مشاهدينا، بدايه الجوله من ابرز عناوين صحيفه القدس العربي ونقرا فيها: حزب الله ينفي سحب مقاتليه وروسيا ستبقي منظومه الدفاع الجوي S-400. كيري أفضل فرصة لإنهاء الحرب والمعارضة لمفاوضات مباشرة مع النظام. أنجلينا جولي تحث الدول على دعم لاجئي سوريا أثناء زيارة مخيم في لبنان. تركيا تعلن أن تفجير أنقرة نفذته امرأة من حزب العمال الكردستاني. وفي القدس العربي أيضا، بثينة شعبان: القوات الروسية يمكن أن تعود إلى سوريا بعد انسحابها. قبرص تهدد بعرقلة الاتفاق الأوروبي التركي حول المهاجرين. مصر رعب من ارتفاع أسعار الأغذية والأدوية نتيجة لقرارات الحكومة. مسؤول طبي: ضربات جوية في اليمن تقتل 41 مدنيا. فوز هيلاري كلينتون ودونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية بفلوريدا. وفي صحيفة الشرق الأوسط، يتحدث الكاتب سمير عطلة عن أسباب انسحاب القوات الروسية من سوريا. نتابع. لماذا بدأ فلاديمير بوتين بالانسحاب؟ من أجل أن نطرح جميعا هذا السؤال. كان واضحا في المجيء، وهو أن يحمي النظام من الانهيار ويحول دون وصول المتطرفين بقيادة شيشانية إلى دمشق، وهو ما أقنع به الأمريكيين وجعلهم يمشون إلى صفه بدل العكس، أو بدل البقاء في الاتجاه المعاكس لهم. يريد بوتين أنه هو من يرسم خطوط الشرق الأوسط ويحدد مواعيده، وقد سلم له نده أوباما بالأمر عندما أعلن الانسحاب من جميع مرافق وقضايا المنطقة إلا سلامة إسرائيل. ولم يحدد بوتين فقط موعد الهجوم وموعد الانسحاب، بل تلذذ بالإعلان الأخير فيما الجميع يصلون إلى قصر الأمم في جنيف. أطلق بوتين من موسكو في بداية السنة السادسة من الكارثة صفارة السباق نحو مرحلة جديدة تماماً، ماذا تسميها؟ ربما مرحلة الأمر الواقع. يكف الروس عن قصف المعارضة ويترك للأمريكيين والتحالف مواجهة داعش، وترسم في الغرف المغلقة خريطة هدنة طويلة تتكرس خلالها هيكلية سوريا الخارجة من الدمار. وفي صحيفة المستقبل: السخوي تهبط في روسيا والحل يقلع في سوريا. 5 سنوات ثورة، هتافات مزقت ستار الخوف. الحريري في 15 أذار المجيد: ارفعوا أيديكم عن سوريا. 3 مواقف سورية عصفت بالعلاقة بين بوتين والأسد. الأمم المتحدة ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا، يجب ألا تنتظر انتهاء الحرب. قصف جوي روسي يدعم قوة النظام قرب تدمر. الجبوري: العلاقة الوطيدة بالسعودية حاجة عراقية. الشرطة البلجيكية تطارد مسلحاً بعد إطلاق نار خلال عملية دهم. القاعدة يتوعد فرنسا وحلفائها في الساحل الإفريقي. وفي صحيفة النهار، تشير الكاتبة موناليزا فريحة إلى علامات التململ الروسي من النظام السوري والذي عكس ضيق موسكو من سلوك الأسد. نتابع. حاول الأسد التصرف مع بوتين كما يتصرف مع المعارضة السورية، في انفصام تام عن الواقع، فما كادت المقاتلات الروسية تفك الحصار عن قواته في بعض القواعد حتى أطل على الإعلام ليعلن عزمه على القتال إلى حين استعادة كل البلاد وتحقيق النصر. هذا التصريح استدعى رداً قاسياً من موسكو، إذ حذره المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين علناً من أن عليه الامتثال لقيادة موسكو. وبعد أسبوع سجل هجوم روسي آخر، وهذه المرة بلسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريباكوف، مفاده أن سوريا يمكن أن تصير دولة فيدرالية. الهجوم الأعنف ورد في صحيفة كوميرسانت الروسية التي انتقدت سلوك الأسد بعد رفضه اتفاق النار الذي أنجزته موسكو وواشنطن في ميونخ، وشبهت تصرفات المسؤولين السوريين بعد المكاسب التي تحققت على الأرض بالكلب الذي يبدأ تحريك ذيله. وننتقل إلى صحيفة الحياة ونقرأ فيها: مفاجأة بوتين تضغط على مسار جنيف وإيران وحزب الله. داعش يتمدد إلى حقول النفط جنوب ليبيا. غزيون يفضلون الموت على هالعيشة. محافظ تعز يتوقع قرب تحرير صنعاء. كيري إلى موسكو الأسبوع المقبل، وواشنطن تراقب الانسحاب الروسي. روسيا تسعى إلى طمأنة إسرائيل حيال خطة انسحابها من سوريا. المعارضة السورية تطلب تفاصيل من الحكومة في محادثات السلام.
الخليج يلجأ إلى العمالة الأردنية والسودانية والتركية لتعويض اللبنانية. مسلمو أمريكا يتوعدون بمواجهة ترامب سياسيا. وفي صحيفة العرب الجديد يرى الكاتب برهان غليون بأن المرحلة القادمة ستكون فيها الكلمة الأولى في الصراع السوري للسياسة والدبلوماسية وليس للسلاح. متابع. في جميع الأحوال نحن مقبلون على مرحلة ستكون فيها الكلمة الأولى في الصراع السوري للسياسة والدبلوماسية وليس للسلاح، وسيكون من المفيد جدا لنا أي للشعب السوري الذي عانى أشد العذاب في السنوات الماضية أن يعيد إحياء روح التظاهر والتفنن في التعبير عن لفظه النهائي لهذا النظام ورجالاته. هذه هي اللحظة التي تعود فيها القضية إلى الشعب والتي يعود فيها الشعب للعب دوره الحاسم، والكلمة الآن للناشطين في ساحات سوريا وأحيائها، وهذه هي أيضاً دعوة لهم كي يعودوا لمن يستطيع أن يعود ليستعيد دوره ونشاطه من داخل سوريا التي تتهيأ للحرية والانتصار. باختصار، فرض القبول بالانتقال السياسي على الأسد، وهو ما يعني ضمناً نقل السلطة منه إلى طرف آخر ونظام آخر، يعني إزالة أهم دافع ومنبع للحرب، مصير الأسد نفسه. نهاية الأسد تعني ببساطة نهاية الحرب، تماماً كما تعني نهاية الحرب نهاية الأسد. ومن الصحافة السورية نقرأ في صحيفة البلدي: برهان غليون، الحرب السورية انتهت. سرقت 150 ألف موبايل في سوريا خلال 5 سنوات. مجلس الأمة الكويتي يرفع الحصانة عن نائب مؤيد للأسد. العقار السوري عدد المقترضين المتعثرين تجاوز 45 ألف شخص. ديمستور، انسحاب روسيا سيساهم في الانتقال السياسي. السلطات التركية توقف الصحفية خلود وليد في مطار اسطنبول. شلل في الأسواق السورية بعد ارتفاع قياسي في سعر الدولار. أحرار الشام تنفي تشكيل جيش الفسطاط في غوطة دمشق. مسؤول عسكري روسي يتوقع بقاء 1000 جندي في سوريا. والآن نتابع معكم مختارات من رسوم الكاريكاتير. وهيك مشاهدينا ممكن وصلنا لنهاية جولة الصحافة، برجع مباشرة لسونيا وهاني. كل الشكر لك محمد على هذه الجولة في أبرز عناوين الصحف العربية لليوم، يعطيك ألف عافية. شكرا لك محمد.